أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. أكد فريق منسقو واستجابة سوريا استمرار خروقات النظام وروسيا لوقف إطلاق النار في مناطق شمال غربية سوريا، وأضاف الفريق أن استمرار القصف من قبل روسيا وقوات النظام يهدف إلى منع السكان من العودة إلى بلداتهم وقراهم، وطالب الفريق المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم تجاه السكان المدنيين في شمال غرب سوريا وبذل الجهود لإرساء الاستقرار في المنطقة. نفذت المروحيات التركية طلعة جوية رابعة مع المروحيات الأمريكية في أجواء شمالي سوريا في إطار إنشاء المنطقة الآمنة على طول الحدود. وذكرت وكالة الأناضول التركية أن 4 مروحيات تركية وأمريكية أقلعت من مركز العمليات المشتركة في قضاء أقجا قلعة بولاية شانلي أورفا التركية لتنفيذ جولة التحليق المروحي المشترك الرابعة. قتلت طفلة وأصيب آخر بقصف جوي من طيران النظام استهدف بلدة سرجة بريف إدلب الجنوبي، وشنت طائرات حربية للنظام أيضا غارات جوية على بلدات جبالة ودار الكبيرة وسفوهن وكروما وجبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي في خرق لوقف إطلاق النار الذي تم إعلانه مطلع الشهر الجاري. أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة التركية الموجودة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، وقال وكالة الأناضول إن التعزيزات العسكرية ضمت مدرعات وناقلات جنود وآليات بناء. وأفاد مراسل حلب اليوم بأن رتلا عسكريا تركيا وصل إلى نقطة المراقبة التركية في بلدة معرحطات بريف إدلب الجنوبي. أعلن علماء من كلية لندن الجامعية اكتشاف آثار ماء في الغلاف الجوي لكوكب شبيه بالأرض يدور حول نجم بعيد، وقال العلماء إنهم تمكنوا من اكتشاف بخار مائي في غلاف الكوكب، مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف يثبت أن عناصر أساسية من الحياة موجودة خارج نظامنا الشمسي. نهاية موجز الأخبار مشاهدينا، تتابعونا معنا في التالي برنامج شبكة.